السلام عليكم، انا عبد السلام ساكن في مدينه طنجه. ولدي سفيان الدريه خرج نهار 12 شهر 5 اشهر خرج في 12 النهار مستنينا في الليل ما دار شيء، وقيل الله اعلم كان ظن انا نجمعوا في تلك الحمله اللي كتعمل السلطه المحليه تلك الحراقه مع تلك المتشردين، وعبوها لشي مدينه ما عرفناش من مدينه عبوه ولا فين شيعوه ولا فين عملوه. دابا يماها راه في واحد الحاله صعيبه وخوتو بسته وحنا مريضين مهلوكين ما كاين حاله ما كاين تجعه. دابا الله يهديكم تشافوا او تشاف الصوره ديالو يشوف هاد البطاقه ديالو في عنقه ويقول له فين يقول له منين انتينا، وهو مضطرب نفسي. ولكن اذا هدرت معاه كيهدر ماشي ما كيهدرش، وكيعرف التليفون وكيحفظ التليفون، وعندنا البطاقه معلقه في عنقه هي والتليفون. ولكن من اللي عباوه ما عرفناش من حاله قواش من حاله عباوه من حاله هذه. هذه هي القضيه، تعطل في المدينه وعباوه مع تلك الحراقه مع تلك الناس المتشردين، وهو ما كيهدرش على حقه، واخا البطاقه في عنقه واخا المسائل ديالو كلشي عنده، ولكن ما كيهدرش. هو اذا ما هدرته ما يهدرش، قليل الهضره شويه ما كيكملش الهضره. وحنا ساكنين في طنجه، الله يجازيكم بخير، تشافوا شي مطاع يرد علينا. ولدي ما كيعاني من الاضطراب النفسيه وما كيهدرش مزيان، ودابا الله يهديكم اللي تشافوا هذيك بهذه النمره هذه 06 50 50 22 83 سفيان الدريع مدينة طنجة من حومة الحدد من بوحوث. الحالة هذه باش خرج؟ خرج نهار 12 شهر 5 هذه 15 12 يوم فهمتي. هذا هو القضية اللي كاينة، والله يجازيكم بخير. ما لا كيهدر بالحق، إذا ما هدرتو شي ما يهدرش، هو من اضطراب النفسية، هو متوحد. متوحد ما كيهدرش، إذا الهضرة إذا ما هدرتو شي ما يهدرش. ودابا واخا البطاقة ديالو في عنقه واخا جمعوهم في الحملة ما دخلوهم شي كوميسارية، هنا ما فتشوا، فتشنا في كوميساريات، فتشنا في السبيطار دراز، فتشنا في الجمعيات، فتشنا في السبيطارات، ما خلينا حتى شي مطاع اللي ما فتشنا فيه. دابا الله يجازيكم بخير اللي شافوا راه يماه وخويته، وحنا العائله ديالو كاملين مهادكين عليه، متوحدين عليه، وكل في حاله ان شاء الله. الله يجازيكم بخير. كيمشي مدينه المره اخرى، رديناه من تيزنيت اسيدي، رديناه من تيزنيت، راه بقى في تيزنيت عام ونص، هو في تيزنيت حتى دخلت واحد الجمعيه يصيفطوه للسبيطار الحسن الاول ساعه عيد الطبيب. هو اللي عيط لنا، عطاه الرقم التليفون، هو عيط لنا مشينا جبناه. عام ونص هو تما مسيب تما في تيزنيت فهمتي. ودابا جبناه دابا عوام ردوه معنا، ما نديرو اللي قدر الله. وهذا ما كاين الحالات الدوله، هذه القضيه ديالها فهمتي. يعني ما اذا جمعوا في الارف ما عندك ما تقول لهم، لما جمعوا اذا صابوا في الليل في المدينه وجمعوا في الارف صافي، الله يجعل البركه، الله يجزي. ما عنده لا تليفون ولا شيء، معلق البطاقه في عنقه، التليفون ما عنده شيء، ما كيبقى له شيء، كيعبوه له الدراري في الزنقه، ما يعبوه له واتشين كلبزز، كيبقى له في رجله. مشينا للكوميساريه، قال لك ما عندنا لا في لا هنا في اللجنة الاحتياطي ولا عند البوليس ولا الوكيل، مشيت لا عند الوكيل قال لك احنا ما عندنا شيء، تشوف يمكن والله اعلم كيقولوا الدوله لا راف والدوله تلك المتشردين جمعوهم هنا، كتجمعوا من السلطه المحليه، من الدوله ما السلطه المحليه ما عرفنا في قوم صافي. هذه دابا تشوفوا في التصويره هذه وفي البطاقه الوطنيه ان شاء الله، الله يجازيكم بخير. في هذا الرقم هذا عيطنا بهذا الرقم هذا، ان شاء الله الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يوقف معكم كلكم عندكم اولادكم، وكلكم كذا انه كتغيروا على بلادكم على اولادكم على السلام، الله يجازيكم بخير.